مساحتنا الطبية لليوم رح نسلط فيها ضوء بشكل أكبر على موضوع بخص وبهم عدد كبير من السيدات، وخاصة بعد سن الأربعين، حيث تبدأ المخاوف من ما يعرف أو يطلق عليه سن اليأس، ومن الأعراض المصاحبة لهذا العمر، ومن تلك الأعراض الهبات الساخنة. أكيد سلمى، خاصة بعد الدراسات الطبية اللي توصل إلى بعض العلماء في كلية الصحة في جامعة هارفورد الأمريكية أن الهبات الساخنة تلمس 50% من النساء في الأربعين من عمرهم، وهي تصيبهم في الليل كما في النهار في منطقة الوجه كمان والرقبة وغيرها من مناطق. أكيد نور، شو هي الهبات الساخنة؟ كيف ممكن علاجها؟ هل تلعب الأعشاب دور في العلاج؟ لنحكي أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب بصباحنا غير لليوم بالدكتورة تغريد حمود، أخصائية بالأمراض الداخلية والغدد الصم. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة. صباحكم. مثل ما كنا عم نحكي بالمقدمة عن الهبات السخنة اللي بتصيب 50% من النساء بعد سن الأربعين، خلينا نعرف للمشاهدين شو هي الهبات السخنة وهل ممكن تصيبهم قبل سن الأربعين؟ هلا هو قبل لسه ما نحكي عن هذا الشيء، انه سن اليأس هو المرحلة يلي الأنثى بتبلش عندها تتوقف فيها الدورات الطمسية، وسن اليأس هو كلمة كثير كبيرة يعني انه فيها هيك قاسية. انا بفضل انه نقول حتى اذا اخذنا على تعريفه المينوبوز هو عبارة عن توقف الدورات، السن يلي بتتوقف فيه الدورات الطمسية، سن الحكمة يمكن، يعني هيك لازم نسمي اكثر من انه احنا شوي قاسيين بالترجمه، لانه كلنا بالخارج مثل ما قالت سلمى بيسموه سن الحكمه او سن الحياه، حتى سن الحياه انه بيسموه. ففعلا هو له اكثر ثلاث مراحل، المرحله بنسميها ما قبل، رح نضل مستمرين على الاسم سن الياس، المرحله هي خلال يعني المينوبوز، والمرحله بنسميها البوست مينوبوز يعني بعد سن الياس. طبعا اكثر عرض يلي هو بتراجع، طبعا هو بيصيب حوالي 85% من النساء، اكثر من ما عم يحكوا انه 50%، العرض الرئيسي اللي بيخلي النساء انه تراجع العيادات او تراجع الاطباء هي الشكوى الاساسيه هي الهبات الساخنه. طبعا هي عرض يعني طبعا مو بس الهبات الساخنه، الهبات الساخنه والتعرق الليلي، يعني هذا الشكوى الرئيسيه يلي بتشكي منه النساء وبيراجعوا العيادات. هلا اغلب الاحيان الشكوى بتكون مبهمه، ممكن هي بتعرف انه رح يصير انه في انه رح انقطاع دوره طمسيه وانه قربت مثلا على سن الخمسين. هلا هو غالبا السن محصور ما بين بنقول بين الاربعين، بين الخمسه واربعين وال 58، في نساء بيصير عندهم انقطاع مبكر قبل ال 45 وحتى بال 30، في نساء لل 60 لتنقطع الدوره عنه، بس وسطيا عند اغلب النساء هو بال 51 سنه. ولحتى نقول انه فعلا نحن دخلنا بالمينوبوز او سن يعني توقف الدورات الطمسيه عند الانثى، بده يكون على القليله انه 12 شهر ما في دوره طمسيه. فهون بنقول انه نحن فعلا، طبعا هو تطور فيزيولوجي وطبيعي، ما هو تطور مرضي، يعني هذا شيء طبيعي. بس الهبات السخنة اللي بتصيب أغلب النساء يعني كيف بدها تتجنبها؟ كيف بدها تتعامل معها؟ شو العلاج لإيلها؟ هلأ الهبات السخنة إذا أجينا شو بدنا نعرفها؟ لأنه هي مثل ما قلنا أغلب النساء بيشكوا، بيحسوا أنه في شيء مبهم أو بيفكروا أنه أنا مرضت بمرض معين، هي ما بتعرف شو عم بيصير معها، لأنه نحن بصراحة أمهاتنا كان جسمهم أسمن مننا كانوا. طبعا الانثى اللي وزنها زايد وعندها شحوم بطنيه هي اقل شكوى من الهبات الساخنه من الانثى النحيفه، لذلك هلا نحن بنشوفها بشكل اشع لانه الانثى اكثر هلا بتميل لتكون اقل نحف من امها، فنحن ما حسينا امهاتنا كانوا عم يشكوا، لذلك ما عندنا هي الصوره الوصفيه للهبات الساخنه. الحقيقه هي عباره عن احساس بالحراره بيصير بشكل مفاجئ، بيصيب بيترافق مع تعرق، وبيصيب بشكل اساسي منطقه الصدر والراس، يعني ما بتشكي منه بالبقية الجسم. هلا طبعا هو بيستمر من دقيقتين لحوالي 10 دقائق حسب قديش نقص الاستروجين عند الانثى، او حسب قديش هي عم يعني جسمها تاثر بنقص الاستروجين يلي هو الهرمون الانثوي يلي هي فقدته يلي هو سبب الهبات الساخنه عندها. هل ممكن يكون في تعويض دكتوره لهذا الهرمون؟ وهل هالشيء صحي بينصح فيه انه نحن دائما نعوض الانثى بهرمونات ممكن تتاخذ من خلال ادويه او هيك شيء او لا؟ طبعا هلا اغلب الاحيان نحن بنفضل دائما مثل ما قلنا هو تطور فيزيولوجي وطبيعي، سببه الاساسي انه نقص افراز الاستروجين عندها، انه المبيضين يلي هن عم يفرزوا الهرمونات الانثويه راحوا، والسبب الثاني انه ممكن تكون انثى ما بدينة كثير فلذلك ما عندها تصنيع استروجين محيطي، لذلك نحن امهاتنا ما كانوا يشكوا كثير لانه كان الشحم الموجود بالبطن او بجسمه كان يعوض فما كانوا يشكوا.
هلا طبعا نحن كونه تطور فيزيولوجي، فنحن بننصح انه دائما انه ما نلجأ للمعالجه الهرمونيه، اذا اعطينا معالجه هرمونيه فنحن عم نعاكس الطبيعه، هي بشكل فيزيولوجي نقص الهرمون عندها، هي المرحله اللي توقف افرازه عندها. نحن دائما بنفضل انه اول شيء المعالجه مثل ما بيقولوا يعني الذاتيه، فمثلا انه تحاول انه اذا كنا بمرحله الصيف انه لبس الثياب خفيفه، ثياب قطن يلي هي ما كثير بتخليها تتعرق، دائما شرب المي البارده، نحاول انه اقعد بمكان بارد، طبعا الشكوى منه بالصيف اكثر من الشكوى منه. بس ما في إلا علاج يعني، هذا الحكي طبعا جدا سهل لانه دائما الانثى يمكن بيكون عندها مشاعر اخرى بينها وبين نفسها لما تصاب بهي الهبات، ونوعا ما يعني بده يكون في إلا طرق علاج تخفف عنا هذا الشيء، اساسا عم تمر بمرحله صعبه، فكمان إلى يمكن عوارض بالنسبه إلى نوعا ما مزبوط. صعبه كمان. هلا عندنا خطين علاجيين، اما بنعطي الاستروجينات التركيبيه يلي هي اصلا نباتي، يعني احنا عم نستخلصها من النباتات، مثل مثلا زهره المساء الربيعيه، او مثل مركبات كثير دوائيه هي تركيبه نباتي مصنعه من النباتات يلي هي بتحتوي على استروجين نباتي، في كثير نباتات كل شيء نبات لونه اخضر هو بيحتوي على استروجين. يعني بدها تلعب على النظام الغذائي. طبعا كثير مهم انه يعني كل النباتات اللي يعني طبعا اذا دخلنا على الانترنت بنلاقي معبى نصائح، مثلا الشاي الاخضر، الكركم، يعني كثير في اشياء انه ممكن انه تستخدمها. منها هي النباتات بصراحه يعني هو اكثر شيء زهره المساء الربيعيه اللي اكثر شيء لها فوائد علاجيه، يعني طبعا ما بتلغيها تماما وانما بتخفف من حدتها. تمام. نجي للعلاج الثاني. قديش نسبة التعويض بتكون من خلال يمكن النباتات اللي عم تحكي عنها؟ لا ما إلا تعويض، يعني هي جرعات يومية بدها تصير تاخذها وإلها تأثير 24 ساعة حسب شدتها، ممكن إذا شديدة كثير ممكن نعطي. بالنسبة إذا أخذت الحل هو الصيدلية المنزلية مثل ما بنقول. أبدا الصيدلية المنزلية أو التركيب النباتي. الأعشاب الطبيعية أو الأعشاب الطبيعية. طيب إذا بدنا نقول أدوية، هل في أدوية اليوم قدر الطب يلاقي لها دواء أو علاج مخفف؟ هلا إذا كانت الهبات شديدة جدا وفيها معاناة كثيرة وممكن يكون في نساء عندهم هذا الشيء، فهون بنلجأ للهرمونات يعني الدواء الدوائية يعني التركيبية بس الدوائية يعني. طبعا نحن ما بنحبذها لأنه لها أخطار جانبية كثير قوية، بشكل أساسي ممكن تعمل جلطات دماغية، جلطات قلبية، بتزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، بسرطان الرحم، وبالحقيقة إذا بدنا نعطيها بنعطيها بجرعات كثير ضئيلة، مو اللي هي جرعات الفيزيولوجية اللي بتحتاج المرأة بسن النشاط التناسلي، وبدها مراقبة كثير يعني سنوية لحتى نشوف انه ما تطور عنا اي خطر من اخطارها، بتزيد تجلط الدم. اذا لذلك نحن فعلا بنحطها كخيار اخير بالحالات الشديدة والحادة. طيب خلينا نحكي يمكن العوامل المحيطة كمان اللي بتزيد هاي العوارض بالنسبة للسيدة، يعني شو هي البيئة المحيطة إن كان مثلا أو الطعام أو التدخين، خلينا نقول مثلا للسيدة أنه تجتنب واحد اثنين ثلاثة، يعني إحنا عم نحكي بالعموم بس أنا في كتير من السيدات مثلا هلأ عم تتابعنا لازم نقول أنه لازم تعملي واحد اثنين ثلاثة، تاكلي ضمن نظامك الغذائي هالقد من الأشياء اللي عم نحكي عنها إن كانت النباتات الخضراء، تبتعدي عن أشياء معينة. هاي كتير سؤال مهم وحلو، انه فعلا في اشياء نحن بالبيئه المحيطه فينا ممكن تساعدنا انه نخفف من حدتها، فمثلا عندنا اهم شغله هلا بالنسبه للتدخين، نساء المدخنات بيعانوا من اعراض من الهبات الساخنه واعراض انقطاع الدوره الشمسيه ضعف مرتين ضعف من النساء غير المدخنات. هلا الشغله الثانيه عندنا الكافيين، يعني شرب القهوه والمنبهات الزايده كلها هي بتحرض الهبات، الكحول بتحرر تخفيف منا، يعني في كثير من السيدات بتشربوه كثير انه مره بالنهار طبعًا. او مرتين، مو مثلا في ستات بتفيق الصبح بدها تشرب ركوه قهوه فهذا كله مؤهب بيزيدها، بدل ما تكون مده الهبه مثلا دقيقتين او ثلاثه ممكن تجيها بشكل متكرر اكثر وتجيها بفتره اطول اكثر. مثل ما قلنا النظام الغذائي كثير مهم، انه ننام بفترات محدده، نخفف التوتر، نلجا لاساليب الاسترخاء، ممارسه الرياضه، هذا كله بيساعد للتخفيف من حدتها وتخفيف من تواترها. اكيد دكتوره خلينا كمان نحكي عن اشياء ثانيه ممكن تنصاب فيها السيده خلال هي المرحله العمريه وخلال هي الفتره الزمنيه الحساسه بعيدا عن الهبات الساخنه. هلا طبعا مثل يعني مثل ما حكينا انه الشيء الاساسي فيها انه توقف عمل المبيضين يلي هن بيفرزوا الهرمون الانثوي يلي اسمه الاستروجين. مثل الذكر عنده الهرمون الذكري اسمه التستوستيرون، الانثى عندها الاستروجين هو الهرمون الانثوي.
طبعا انخفاض افرازه وغيابه التام بعد فتره يعني من توقف المبيضين عن عملهم له ثلاث تاثيرات سلبيه اساسيه. اهم شغله هو التاثير على الكثافه العظميه والتاثير على تمعدن العظام. لذلك بنشوف انه النساء بعد سن الياس اول خطر نحن لازم نتابعه مشانه هو نقص الكثافه العظميه، هشاشه العظام وتليف نسبه كبيره منها. اذا هذا عامل خطر للاصابه فيها، لانه بالحقيقه الاستروجين هو هرمون بيزيد من تمعدن العظام وبيزيد من تثبيت الكلس ضمن العظم. فهي اول شغله، فلذلك بده يكون عندها وارد من الكالسيوم بكفي، بده تكون عم تتعرض للشمس بشكل اسبوعي بكفي انه لتاخذ حاجتها من الفيتامين د، اذا ما عم تتعرض بدها تاخذ انه دواعم دوائيه بالفيتامين د وبالكلس. الشغله الثانيه انه مثل ما قلنا ممارسه الرياضه كمان بتساعد اكثر على الوقايه من هشاشه العظام، والاجراء الدوري كل سنتين لنشوف انه نقص تمعدن العظم ولا ما نقص. هلا الشغله الثانيه اللي بتتاثر هي اضطراب بالوظائف الجنسيه، يعني الانثى اللي بتصير في عندها عدم افراز الاستروجين بتصير في عندها جفاف بالاعضاء التناسليه، صعوبه يعني اضطرابات جنسيه بتصير في عندها بالعلاقه مع شريكها. فطبعا هذا حتى لما بنعطي الاستروجينات التركيبيه النباتيه كمان بخفف من هاي الاعراض بصراحه. هي هي الاشياء طبعا بيصير عندها نسبه الخطر بالاصابه بالامراض القلبيه الوعائيه مثل الجلطات وارتفاع التوتر الشرياني، بتصير عندها نسبه خطر الاصابه مساويه لنسبه خطر الاصابه عند الذكر. طيب دكتوره، اذا نقول السيده كيف تتهيأ لهيدا العمر؟ يعني مثلا نحن عم نقول انه من الأربعين للخمسين او من 45 شو الاشياء اللي لازم تعملها قبل وصولها لهيدا العمر لا يمكن تتفادى الكثير من هي العوارض من خلال حياتها اليوميه؟ طبعا هلا انا بلاحظ يعني من خلال ممارستي الطبيه انه يعني متى يعني لما الانثى يعني بتصير بتعرف انه شو هي الاعراض الغريبه اللي صارت عم بتصير معها، لانه هي ما بتعرف. هلا هي المعرفه متى ما عرفت شو عم بيصير معها خلص هي بتتفهم الموضوع وبتصير بتلجأ للأشياء يلي إنه بدها تعملها وقاية. بالحقيقة في عنا نقص ثقافة فيه، لأنه ليش؟ لأنه مثل ما قلت لك إنه أمهاتنا ما كانوا يحكوا، يعني ما بتذكر مثلا. وأنا حتى حاولت أسأل زملائي إنه فعلا امهاتنا ما كنا نحس انه يشكو من اي عرض. زياده الوزن بتلعب دور؟ طبعا النساء يلي عندهم زياده بوزن الجسم هن اقل تعرض للهبات الساخنه. ليه؟ واقل تعرض لهشاشه، لانه مثل ما قلنا النسيج الشحمي بيركب استروجين خارجي. يعني عند الهرمون الانثوي موجود، بس شو بيكون نحن مثلا يلي بتشكي من الهبات الساخنه كونه في عندها نقص، بمعنى عندها نقص كثير بالاستروجين، بمعنى عندها وقايه من الاصابه بسرطان الثدي، لانه كمان زياده الاستروجين هي احد عوامل خطر للاصابه بسرطان الثدي. اول يعني مره بنلاقي ايجابيه لزياده هرمون بالجسم. اما لا، يلي عندها استروجين زايد بعد ما انقطاع الدوره التنسيقيه شو بيكون عندها خطر اصابه اكثر بسرطان الثدي. طيب دكتوره، ايضا يمكن مثل ما قلتي في كثير جوانب ممكن نحكي عنها بهذا الموضوع، هل كمان حبوب منع الحمل ممكن تاثر بهذا؟ هلا هي نفسها حبوب منع الحمل هي نفسها قلنا الهرمونات الدوائيه بس بجرعات كثير كثير ضئيله، ما فينا بنعطيها نفس الكميه يلي عم نعطيها للانثى بسن النشاط التناسلي. مثل ما قلنا بنعرضها لخطر الاصابه طيب بسرطان الثدي. كانت تاخذها مثلا بسن وهي صغيره كانت تاخذها كثير، هذا الشيء بياثر عليها لما تكبر؟ طبعا طبعا بيأثر، يعني يعني مثل ما بنقول موانع الحمل الهرمونية، طبعا في منها إما منظمة للدورة وإما تمنع الحمل حدوث الحمل. طبعا بالمستقبل هنا عم يعرضوا حاله مثل ما قلنا لزيادة تجلط الدم، لسرطان الرحم، سرطان الثدي، كلها هي عوامل خطر. ارتفاع التوتر الشرياني عوامل خطر مرافقة للمعالجات الهرمونية بالأستروجين والبروجسترون. لذلك بسن اليأس نحن بنعطي كميات ضئيلة جدا من الهرمونات الجنسية إذا احتجنا، يعني بالحالات كتير الشديدة. طيب دكتورة، قبل ما نختم حديثنا شو النصيحة الأبرز اللي بتحبي توجهيها عبر شاشة الإخبارية لكل السيدات يلي عم بيتابعوا؟ هلا أنا كثير يعني في شغلة حبيت إني أحكي فيها إنه سن اليأس إنه نحن سن الحكمة، اتفقنا طبعا يعني إنه هو حتى ترجمته الحرفية هو سن توقف الدورة الطمسية. بجوز لأنه هي بتشكي من تغيرات بالمزاج، بتصير عندها أكثر ميل للاكتئاب فسموها، أما هو تطور فيزيولوجي طبيعي بدها تنصاب فيه الأنثى، ما له أي علاقة لا أنه هي صار عندها يأس أو ما صار عندها يأس. بالعكس هلأ نحن مجتمعنا الحديث عندها حرية أكثر، بتقدر أنه تتخذ كتير وسائل وقائية، وبتقدر أنه والمعرفة بتخليها أنه تتفهم أكثر لها الموضوع وتخفف من حدته. أكيد. طيب دكتورة تغريد حمود نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك دكتورة. أما هلأ مش